تشهد العراق مؤخراً اضطرابات واحتجاجات واعتصامات تؤثر فيها كيانات حزبية وشخصيات قوية تتنافس على السلطة، ومنها ما تستنكر ما يجري على الساحة العربية مؤخراً وسط تحركات واستعدادات كبيرة لانتخابات مجالس المحافظات التي ستجرى في الأشهر القريبة القادمة. في الوقت نفسه تعاني بعض المحافظات العراقية من إهمال كبير ونقص في الخدمات، كذلك البنى التحتية التي تتصدر قوائم المرشحين للانتخابات كعناوين لبرامجهم الانتخابية. بعض المحافظات العراقية نهضت بالواقع الخدمي نوعا ما ضمن الموازنات المحدودة لديها، والبعض الآخر نستطيع القول إن لم تبقي على حالها فهي أصبحت في ترد أكبر بسبب إقحام حكوماتها المحلية خندق الصراعات السياسية والحزبية. وبعد موجة الصراعات السياسية لتشكيل الحكومة واختيار رئيسا لها من قبل أكبر تحالف شيعي فيها وهو محمد شياع السوداني الذي شكل ترشيحه لرئاسة الوزراء النقطة التي أفاضت كأس التطورات الأخيرة في البلاد، أزمة الدولار الأخيرة التي غيرت الكثير من المشاريع الخدمية والموارد والموازين في البلاد. مراقبون يرون إن لم يجد العراق حلا سريعا لأزمة الدولار وأزمة الكهرباء التي تشل البلاد في جميع مرافقها الإنتاجية التي ترتبط بالعديد من مفاصل الحياة ومنها الماء وتأثيره السلبي المدمر على النشاط الزراعي واقتصاد البلاد وتردي الطرق والشوارع الداخلية والخارجية وأزمة الدواء وتردي الخدمات الصحية وغيرها. تأملات كبيرة من قبل المواطنين اليوم في تقدم الواقع الخدمي والاجتماعي بعد إقرار وإصدار القرارات وتنفيذ بعضها أن يسجل العراق تطوراً عمرانياً وخدمياً كبيراً. في الحقيقة طبعاً الاستقرار السياسي له انعكاسات كبيرة على الدولة العراقية، كلما كان هنالك استقرار سياسي كلما المؤسسات الدولة بشكل عام تأخذ دورها بشكل فعال. ما شهده العراق منذ عام 2003 ولحد عام 2019 من عدم استقرار سياسي، وخاصة ما يعني امتد إلى التظاهرات التي انطلقت في عام 2019، أدت إلى تراجع كبير في مستوى الخدمات نتيجة ضعف المؤسسات الخدمية ومؤسسات الدولة بشكل عام. طبعا نرجع إلى النقطة الأولى، أنه الاستقرار السياسي هو عنصر وعامل مهم في الاستقرار على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الخدمي. كما تعرفون بأن مؤسسات الدولة هي مرتبطة بوحدة واحدة وهي ميزانية الدولة. إذا لم يشهد مجلس النواب تصويت على ميزانية تتلائم مع الوضع الاقتصادي في العراق، تتلائم مع الوضع الخدمي في العراق، أكيد سينعكس بشكل سلبي على الواقع الخدمي سواء في المحافظات أو في العاصمة بغداد. طبعا هنالك بعض المحافظات تأثرت بشكل كبير بمستويات الفقر وكذلك التراجع الخدمي بسبب ضعف البنية التحتية لهذه المحافظات، كالمحافظات التي شهدت عمليات عسكرية إبان 2014 دخول تنظيم داعش إلى هذه المحافظات، كذلك المحافظات الجنوب والوسط التي هي منذ فترة طويلة تعاني من عدم وجود بنية تحتية قادرة على استيعاب الطاقة السكانية المتزايدة في العراق. العراق طبعا من الدول التي تسعى دائما لإنشاء يعني بنى تحتية، لكن حقيقة أهل الاختصاص وأصحاب الاختصاص يقيمون هذه البنى التحتية التي بدأ العراق بإنشائها لم تكن بمميزات ومواصفات ترتقي إلى مستوى أن تكون هذه البنى التحتية قادرة على ملائمة الأجواء العراقية، خاصة على مستوى المناخ أو على مستوى التضخم السكاني والكثافة السكانية التي يشهدها العراق. الاستقرار السياسي عنصر فعال ومهم، ونأمل أنه في قادم الأيام باعتبار أن هنالك نوع من الاستقرار السياسي الذي حدثه بعد تشكيل حكومة السيد السوداني أن تكون هنالك بوادر فعلية لحقيقة لإعادة البنى التحتية بشكل فعال كالقضاء على مستوى على يعني على خط الفقر المستويات التي بدأت تزداد، وكذلك معالجة أزمة السكن
الطرق والجسور التي المحافظات بشكل عام تعاني من ازدحامات في السير، وخاصة في العاصمة بغداد. هنالك بعض الإشارات في هذه الحكومة تدعو إلى التفاؤل، نأمل أنه أن تكون هنالك بوادر حقيقية لمعالجة أزمة الخدمات وكذلك معالجة الأزمات الاقتصادية. ما يتعلق بموضوع الدولار، الدولار كما تعرفون بأن العراق هو دولة ريعية تعتمد على تصدير النفط الخام في يعني تمويل كل ما يحتاجه البلد من مصاريف، في سواء كانت الجانب الاستثماري أو الجانب النفقات العادية لرواتب الموظفين أو ما شابه ذلك. المصارف العراقية هي لها نظام قديم منذ بداية التسعينات، عانى العراق من ضعف في النظام المصرفي، وبدأ هذا الضعف أيضا يزداد مع وجود الحصار الاقتصادي على العراق. بعد عام 2003 أيضا لم توجد هنالك رؤية للدولة بإعادة هيكلة المصارف العراقية، وخاصة اعتماد الأتمتة ويعني النظم الإلكترونية في المصارف. كذلك النظام الريعي العراقي يعتمد على عنصر الدولار باعتبار هو الذي يمول ميزانية الدولة ويحافظ على النقد الأجنبي داخل الدولة. هنالك عدة عوامل أدت إلى ارتفاع الدولار، منها عوامل داخلية ومنها عوامل خارجية. العوامل الداخلية، أولا أن الاقتصاد العراقي بدأ يتأثر بالأزمات الدولية الخارجية كأزمة أوكرانيا، كالحصار الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، بعض الدول الأخرى التي شملت العقوبات الاقتصادية من جانب أمريكا. أيضا تأثر العراق بهذا الموضوع باعتبار أن العراق له حدود كبيرة مع عدة دول، وهذه الدول عليها عقوبات اقتصادية ولا يمكن نقل الدولار إلى هذه الدول باعتبار هنالك قرار أمريكي على من الخزانة الأمريكية على عدم التعامل بالدولار مع هذه الدول. العراق يتمتع بتبادل تجاري مع هذه الدول، مصالح اقتصادية مع هذه الدول تأثر نتيجة هذا القرار. طبعاً العراق ليس معزلا عن العالم، العراق ما يحدث في العالم سلبا أو إيجابا يأثر بالعراق، هذا من الجانب الدولي يعني. فحقيقة أحداث أوكرانيا، الأحداث اللي جرت في المنطقة، سواء كانت التوترات اللي كانت جارية بين يعني في بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الخلافات اللي كانت مستعرة في منطقة الشرق الأوسط، أثرت سلبا على العراق، وبالتأكيد هذا السلب انتقل للدولة وشل كثير من مفاصل الدولة. لكن التأثير الأكبر كان هو الوضع الداخلي، الوضع الداخلي في العراق يعني مر حقيقة بكثير من المطبات. المطب الأول هو تشكيل الحكومة، حيث مضى على تشكيل الحكومة أكثر من 9 شهور لا شكلت، وشكلت بولادة قيصرية، وكانت عبارة عن اتفاق بين 3 كتل أو كتل خاسرة، وبالنتيجة هذا انعكس سلبا على الخدمات، لأنه الخدمات مقترنة بالموازنة والموازنة لم تقر، وطالما لم تقر الموازنة بقت الصيغ القديمة سائدة، يعني محاولة أنه الدولة أن تدفع من خلال 1 إلى 12 من الموازنة للأمور الطارئة، وبقت المشاريع متلكئة، بقت المشاريع الكبرى غير منفذة، شلت حركة المشاريع اللي كان يعول عليها العراق مثل ميناء الفاو، الموانئ الأخرى، الطرق، المدارس، المستشفيات، كلها توقف العمل بها. ثم جاءت أحداث الانتفاضة، ونعرف احنا الانتفاضة سبقت أحداث التشكيل وزارة، لكن بنفس الوقت الانتفاضة أثرت، لأنه بنفس الوقت الشعب كان كله منتفض، والانتفاضة أصلا خرجت على الخدمات. بدأ الانتفاضة كانت هي المطلب الأول هو مطلب خدمي، ثم تحولت بالأخير إلى مطلب سياسي. المطلب السياسي جاء نتيجة لرفض المطلب الخدمي، بالنتيجة كذلك شلة الدولة. الحكومات اللي تلت ذلك وهي حكومة السيد السوداني جاءت بكل، جميع يعلم أن هذه الحكومة جاءت بتوافق، توافق مجموعة قوى، وكان الهدف الأول والله أنها حكومة خدمات. هذه الجهات كانت تراهن على نجاح حكومة السوداني لكي تؤدي يعني الصفحة السوداء اللي كانت يعني طبعت خلال 20 سنة، حاول قدر الإمكان هذه الجهات أن تبيض هذه الصفحة، لكن للأسف لم تستطع هذه الحكومة، واجهتها مشاكل كثيرة رغم قرار الموازنة بعد يعني صراع طويل ومستمر لمدة شهور، لكن للأسف لم تنفذ، يعني أوامر تنفيذ الموازنة لحد الآن الموازنة لم تنفذ، أوامر تنفيذ الموازنة لم تصدر، لذلك بقت الموازنة حبيسة الأدراج. ختاما، مراقبون للشأن السياسي يرون خطورة الوضع القادم
إن لم تكون هناك حلول واقعية ومستعجلة لمشكلة الدولار. لقناة النهار الجديدة من كربلاء محمد العبادي.